بسم الله، هذا هو البرنامج مع ال سي دي سكرين التاتش. نضغط تشغيل البرنامج وهذا هو. فنروح على السيرش بوتون هذه، فنضغط مثلا على الكيبورد اذا حبينا نبحث على ايتم، مثلا عندنا الايتم هذه، فنضغط على سيرش فبيرجع لنا الايتم اللي هي هذه مع السعر مع اللوكيشن. بس نضغط رجوع، وهذه صف هذه التاتش. مثلا نضغط بالكيبورد على الارقام، مثلا نحط باركود عشوائي فبنسوي اد، فبيعطينا السيستم رساله خطا بان الباركود مش موجود نت افيلبل، فنسوي رجوع. وهذا هو البرنامج بشكل عام. بس that's it.